كان مهم قوي ان احنا نقول ان احنا مش هننسى ابدا الثمن الكبير اللي دفع من ارواح ومن دماء شهدائنا وايضا من المصابين اللي سقطوا. ويمكن دي بدايه الكلام اللي انا بقوله قبل ما نتكلم في اي حاجه تانية، لان ده ثمن الامن والامان والاستقرار زي ما قلت كده لكل مصر، وايضا لامن وامان سينا اللي رجعت مرة تانية كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن الأشرار اللي كانوا موجودين هنا اللي هم تقريبا قعدنا نقاتلهم 10 سنين. مهم قوي برضو ان انا اقول لكم ان احنا كنا بنعمل ده، يمكن يعني النجاح الاخير خلال السنة او ممكن نقول سنة، كانت لان تضافرت الجهود وايضا اجتمعت القلوب، كل القلوب. لما ده حصل كانت النتيجة والنجاح كبير قوي قوي، واللي احنا النهاردة يعني ده مش الاحتفال بس عشان تبقى الأمور واضحة، لكن هو طبعا كان بمناسبة يعني الشهر الكريم اللي احنا موجودين فيه. فكان مهم قوي ان انا اجي لكم واسلم عليكم واوصل لكم تحية وسلام المصريين، وايضا افطر معاكم عشان ده شرف ليا ويسعدني يعني ان انا اكون موجود معاكم النهاردة. لكن عايز اقول ان احنا الاحتفال اللي هيتعمل انا اتكلمت عليه قبل كده، لكن تفاصيله لسه ما، لكن لازم هيكون في شكل اخر للدولة المصرية في سيناء، شكل اخر لسيناء غير اللي احنا اتعودنا عليه خلال السنين اللي فاتت. احنا اشتغلنا خلال السبع ثمان سنين اللي فاتوا بشكل كبير قوي، مش المهم التكاليف، المهم النتائج. عشان احنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده وقلت ان سينا 60,000 كيلو، يعني مساحة المعمور من مصر دلوقتي. احنا عايشين على كل من اول اسوان لغاية اسكندرية على حوالي 60,000-70,000 كيلو. فسينا لما نبذل فيها جهد ونشتغل على ان احنا نعمل فيها مشروعات تنمية حقيقية، ده امر مستحق زي ما قلت مرة قبل كده. واحنا بنتكلم كتير في النقطة ديت، ويمكن الكلام ده بيتعرض برضو بواسطة وسائل الإعلام، لكن ما حدش حاسه، مش الناس مش حاساه وشايفاه بشكل كبير، يعني لأنه اتعمل على مدار السبع ثمان سنين، وبالتالي كان كل حاجة بتتعمل بيتم تغطيتها مرة ثم، لكن الموضوع على بعضه كده لا، اللي بذل خلال يعني السنين اللي فاتت ضخم جدا، والأرقام اللي انفقت عليه إنفاق كبير قوي. لكن تاني بقول لينا احتفال هنا على أرض سينا في المكان اللي الدم المصري، كل الدم المصري سواء كان من أبناء القوات المسلحة أو الشرطة أو حتى أجهزة الدولة أو أبناء مش عايز أقول أبناء سينا، أنا قلت الكلام ده ما ينفعش يتقال تاني، حتى من أبناء شعب مصر اللي في سينا. خلاص الكلام ده لما نيجي نحتفل بيه يبقى احتفال يليق بالتضحية، لأن هو تفتكروا أن القتال اللي تم ده كان قتال يقل عن أي قتال قامت بيه مصر خلال معارك سابقة؟ يعني احنا بنحتفل بأكتوبر، صدقوني اللي اتعمل في الحرب ديت ما يقلش أبدا عن أكتوبر، صدقوني. وأنا مش بقول كده عشان نعظم اللي احنا عملناه، أنا ما عملناش حاجة، اللي عمل كده أبناء مصر المواطنين، الأسر اللي قدمت أولادها، في من ضباط وصف وجنود جيش وشرطة وحتى من أبناء سينا اللي موجودين نفس الكلام. عايز أقول في الآخر اللي عمل ده مش إحنا، ده دم أبنائنا أبناء مصر. فإن شاء الله نحتفل بده، وأنا بأكد التزامي وعهدي مع أهالينا اللي موجودين هنا على إن إحنا هنقوم ونبذل ونشتغل أكتر وأكتر في مشروعات تعود بالخير على الناس كلها هنا، أمر مختلف خالص عن السنين اللي فاتت. وإحنا شغالين وهنشتغل أكتر، بنعمل وهنعمل أكتر، بنتحرك وهنتحرك أكتر، في انفاق من الدولة وهيبقى في انفاق اكتر، لان ده امر
زي ما قلت كده مطلوب ان احنا نشتغل عليه.